Guardia Civil alerta de otra estafa María, esta vez con la factura de la luz y del gas. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. الخوت اللي غادي نشارك معكم جوج الاخبار عاجله ومهمه كتهم الجميع. الخبر الاول هو لاسيندا، الخزانه العامه هنا في اسبانيا غادي تراقب كل سنتيم كيدخل ويخرج سواء المشتريات سواء الفلوس اللي كتصيفط خارج اسبانيا، يعني الجاليه اللي كتصيفط الفلوس للمغرب غادي تولي مراقبه. شكون هو اللي غادي يمثل عليها الضرر وشكون اللي لا، غادي نوضح لكم كل شيء بالتفاصيل. كذلك الخوت الخبر الثاني هو ان السلطات الاسبانيه تحذر الجميع، الناس اللي كتخلص الظلمه، اي واحد كيخلص فينا الظلمه والغاز، هاد الناس هادو راه معرضين لواحد العمليه ديال النصب باش تمشي لهم فلوسهم من الكونت البنكي ديالهم، وممكن يعني يخسروا فلوس اللي جامعينها ديال العمل ديالهم ديال السنين بسبب فاتوره ديال الكهرباء. غادي نوضح لكم علاش السلطات الاسبانيه توضح لنا ان عدد كبير ديال اللي تنصب عليهم مساكن اللي مشات لهم فلوسهم، غادي نوضحوا كل شيء بالتفاصيل. الخوت هذا فيديو مهم، ما تبخلوش باللايكات والبارتاج، لايك فقط لتشجيع الفيديو على الانتشار. الناس اللي باقا ما مشتركش في القناه تشتركوا وفعلوا زر الجرس باش يوصل لكم دائما الجديد. نعم الخوت، اذا نبداو على بركه الله بالخبر الاول اللي هو لاسيندا، الخزانه العامه هنا في اسبانيا كتوجد لواحد الاجراء اللي هو غادي يكون غادي يحضي كل سنتيم كتخرجوه من الاجره ديالكم ولا من الترخيطه البنكيه ديالكم. تدرس وزاره الخزانه تتبع جميع مدفوعات البطاقات بحثا عن الاحتيال الضريبي، يعني اي حاجه شريتيها غادي تتابعك لاسيندا وغادي تعرفك علاش، ويعني غادي تتابع كل صغيرة وكبيرة. كما غادي نشوفوا الخوت هو هذا الخبر بالتفاصيل. تدرس وزارة المالية إجبار البنوك، غادي تجبر جميع البنوك باش يعطيوها جميع التفاصيل ديال التحويلات البنكية والمشتريات يعني ديال أي زبون. وكيانات طرق الدفع ومنصات الأموال الإلكترونية ارتبط الكثير منها بعمالقة التكنولوجيا العالمية على توفير معلومات ضخمة على الحركات بجميع أنواع البطاقات، بجميع أنواع البطاقات، حتى اللي عندهم الكوريات هما غادي يوليو متابعين ديال هذاك الكوريو بريباغوس. الناس اللي كيتقداو من أمازون من أي حاجة، أمازون غادي يولي مجبر باش أنه يعطي البيانات ديالك لاسيندا تشوف لاسيندا اش كتشري، علاش كتشري مثلا شي، المهم غادي تتابع أي حاجة. كما غادي نشوفوا علاش كتشري هذه وعلاش شريتي من هذه 10 وعلاش شريتي من هذه 5، كما كتعاود تبيع فيهم وما كتخلص الضريبه. يعني هما الان كيقول لك احتيال ضريبي، اسبانيا كتقول لك بان كاين واحد الرواج اللي يعني السوق الاسود كتبيع فيه بزاف ديال الامور الدوله ما كتستافدش منها. قالت الان حنا غادي نتابعوا كل صغيره وكبيره مع معلومات ضخمه عن الحركات بجميع انواع البطاقات او وسائل الدفع الاخرى مثل المحافظ او الهواتف المحموله التي يصنعها عملاؤها، يعني حتى داك حتى اللي كيخلصوا بالتليفون او اللي كيخلصوا بالعملات الالكترونيه كل شيء غادي يولي مراقب. وقد تم نقل ذلك الى المفوضيه الاوروبيه ضمن تقرير تقديم قانون تدابير مكافحه الاحتيال لعام 2021. الان لاسيندا قدمت الطلب للاتحاد الاوروبي باش انه يعطيها البودير ويعطيها السلطه باش انها تجبر الابناك باش يقدموا لها جميع المعلومات. غادي نجيو نقولوا مصطفى قلتي لنا الخبر طويل الخوت، انا غادي نحاول نشرح لكم. يمكن ان تساهم في الحد من الاحتيال الضريبي من خلال تحسين مكافحته. حتى الناس اللي كيصيفطوا الفلوس للمغرب هادوك حتى هما، اي واحد الجاليه كامله كتصيفط لوالديها، حنا كاملين كنصيفطوا، الناس اللي كتصيفط الفلوس للمغرب غادي يتابعوا كل واحد وغادي يشوفوه. الناس اللي كتاخذ المساعده غادي تولي معروف انت واش كتاخذ المساعده باش تعيش بها هنا ولا باش تصيفطها للبلاد. الناس اللي كتاخذ البارو، واش نتايا كتاخذ البارو كنعطوك حنا الدوله البارو باش انك تعيش هنا لانك غير قادر على العمل الى اخره، او باش انك تصيفطها للبلاد. هنا غادي يوليو يراقبوا بزاف ديال الامور الخوت، الناس اللي عندهم سكن اجتماعي، الناس اللي هذا، لذلك لاسيندا راه مشات ابعد من ذلك. الناس هذوك اللي خرجوا الفلوس من اسبانيا غادي تراقبهم اكثر، لكن ابعد من ذلك انك الا مشيتي شريتي كيلو ديال البطاطا خصها لاسيندا تيتعرف ويطلع عليها التقرير. شريتي من امازون شي سيلو ولا شي حاجه، لاسيندا خصها تعرف علاش انت شريتي هذا السيلو وغادي يطلع عليها التقرير. يعني الاموال ديالكم ما تبقاوش حره في انتم احرار فيها، غادي تولي لاسيندا هي كت هذا. ممكن تنزل عليك بشي غرامه تقول لك لا انت شاد الشيء، منين جبتي هذه منين جبتي الاخرى، متفق الخوت. لذلك كاين الحقوقيين الان هنا في اسبانيا كيقول لك راه ممكن الاتحاد الاوروبي عطى القوه لاسيندا باش انها فعلا تتابع الناس، راه غادي تكون صعيبه وصعيبه بزاف. علاش؟ لان ممكن تكون خراقات، ممكن انهم يظلموا بزاف ديال الناس الى اخره. فهذا هو الخوت، القرار ديال الخزانه العامه، الخزانه العامه كتقول لك راه حنا
عندنا احتيال الضريبي، بزاف ديال الناس راه كيبيعوا ويشريوا هذا في الترخيصات ديالهم، حنا ما عارفين والو والدوله ما كتستافد والو، خصنا نجبدوا الضرائب. ندوزو الخوت للخبر الثاني. الخبر الاول الخوت، الناس اللي كتصيفط الفلوس للمغرب تصيفط بواحد الطريقه يعني معقوله، ولا تصيفط باسماء كثير، لان فاش كتصيفط باسم واحد تصيفط واحد العدد الله سيندار غادي دير قو، ممكن تنزل على بزاف ديال الناس بغرامات ماليه. اذا الاخوان ندوزو الخبر الثاني اللي هو الحرس المدني، السلطات الاسبانيه تحذر الجميع من واحد العمليه ديال النصب عن طريق الفواتير ديال الغاز والكهرباء. نخليكم مع الروبورتاج ورجع نوضح لكم التفاصيل. Guardia Civil alerta de otra estafa María, esta vez con la factura de la luz y del gas. En esta ocasión, Sandra, se hacen pasar por Endesa. Mucha atención si les llega este correo electrónico. Nos dicen que nos van a devolver 200 euros que supuestamente hemos pagado de más en la factura. Ese es el gancho, una mentira. No pinchen ahí porque les van a colar un virus para robarles. Lo mejor es borrarlo. No es difícil encontrar un caso. Llegan correos de que no he pagado el recibo de la luz, que como que tengo que recoger un paquete. Porque estamos continuamente recibiéndolos. Diariamente, casi a diario. Mensajes, emails y todo tipo de engaños con el mismo fin. Me han intentado robar y por suerte no me quitaron nada. Lo último, este correo en el que te dicen que Endesa te debe 200 euros. Recibimos un mensaje y a quién no le gusta recibir dinero. Nos pedirán datos bancarios para la devolución. En lugar de llevar a cabo un reembolso, lo que estamos haciendo es un ingreso precisamente a estos estafadores. E intentarán vaciarnos la cuenta. Copian incluso el logotipo, la marca. Marca todo, la carta. Son expertos en suplantar identidades y utilizan situaciones cotidianas. Se había extraviado el paquete, que tenía que meter otra vez mis datos. Aquí fingen ser una empresa de paquetería. Te piden 2 euros por volver a entregar tu pedido. Sí, se lo he recibido alguna vez. Pero te costará mucho más caro. Estamos ofreciendo nuestros datos bancarios a los estafadores. Son los últimos ejemplos de una amenaza a la que ya empezamos a acostumbrarnos. Que le ha tocado no sé qué. No me ha tocado nada. Pero con la que hay que estar siempre alerta. نعم الخوت، كما شفتوا في الروبورتاج، السلطات الاسبانيه والحرس المدني والبوليسيه ناسيونال كيحضروا السكان الاسبان والناس اللي مقيمين هنايا اللي عندهم الفواتير كتجي في سميتهم ديال الكهرباء والغاز وحتى الماء في بعض الاحيان. علاش؟ لان هذه العمليه ديال النصب كثرت بزاف. دابا النصاب هنا في اسبانيا كينصبوا بطرق يعني ذكيه، وكل مره كيخرجوا شي حاجه جديده. ملي كتفرش شي حاجه مثلا عن طريق القنوات، باش كنقول لكم الخوت البارطاج، هما صافي ما كيقدوش يبقاو كيشوفوا الناس كاع عاقوا بهم، كيمشيو لحاجه جديده. الان شنو هو الحاجه الجديده؟ وان جميع الناس اللي كتخلص الضوء والماء كتوصلهم واحد الرساله كيقولوا لهم كتجي واحد البريد الكتروني حق راه حنايا شركه الكهرباء او شركه الغاز اللي عندك في هذا، كتجي بصح بالسميه بكل شيء. الشركه اللي نتوما عندكم ديال الكهرباء كيقول لك راه حقا راكم خلصتوا في هاد 6 شهور ولا في هاد السنه خلصتوا اكثر من داكشي اللي يتخلص، راه حنا خصنا نردو لكم، حنا كشركه ديال الكهرباء خصنا نردو لكم 200 ديال الاورو. شوف شحال المساخين ذكيين. ملي الناس ملي كتسمعوا 200 ديال الاورو بصح، والناس كامله خلصت الضو غالي هاد السنوات الاخيره، كيقول لك بصح اذا داروا لنا شي ديسكوينتو كذا، اذا شنو غادي نديروا؟ او 200 الاورو غادي يردوها لينا صافي. كتقول لهم انت شنو؟ كيقولوا لك لا، بغيتي يردوا لك 200 الاورو خصك تورك على هذا الرابط وتعطينا المعلومات البنكيه فين نردوا لك 200 الاورو. انت كتدخل، لان كاملين كيشوف بنادم كل ما يبغيش 200 الاورو، كتدخل كتورك على داك الرابط، كتدخل كتعمر المعلومات ديالك، فلان فلان العنوان ديالك ديال الدار، كيجيو اللعيبه البنكيه هي اللي باغين هما، كتدخل المعلومات البنكيه ديالك وكدير يعني انفواي كانك زعما راك صيفطت لهم المعلومات ديالك باش يصيفطوا لك 200 ديال الاورو. باش كيقول لك الطماع كيقضي عليه الكذاب، هما ولاد الحرام كيلعبوا بهذه القضيه، كيطمعوا بنادم، كيكذبوا على بنادم ويطمعوه باش كيقضيو عليه. ملي انت كتدخل ديك المعلومات صافي، راه الحساب البنكي ديالك ولا عندهم كيديروا فيه ما بغا، يقدروا يشريو به، يجبدوا الفلوس اللي فيه. كاين اللي جبدوا ليه فلوس صحيحه، راه كاين اللي جبدوا ليه فلوس صحيحه الخوت، وعدد كبير ديال الناس اللي ضحايا اللي تنصب عليهم بهذه الطريقه. لذلك شفنا الحرس المدني خرج كيوضح للناس، حضيو ريوسكم اللي كتجيكم في حاله الرسائل هذه ديال النصب عن طريق الفواتير ديال الماء وديال الكهرباء وديال الغاز، ما توركوش حتى واحد ما كيرد الفلوس. هنا راه ما كاينش اللي كيرد الفلوس، فلوس الشركه خذات الفلوس راه ما تردش لك. اذا الخوت الله يجزيكم بخير، اي واحد كيتفرج الفيديو دالو على الخير كفاعله، حنا قلبنا وبحثنا ودرنا الفيديو، نتوما على الاقل تبارطاجيو، كل واحد يبارطاجي من الواحد، باش شي واحد اللي كان غادي يكون غادي يتعرض لهذا العمليه ديال النصب وتبارطاجيتي معاه الفيديو كنوضحوا ليه كنقولوا له لا ما ديرش، راك نجيتي خوك
من هذه العمليه هذه ديال النصب وما غاديش تمشي ليه فلوسه والله سبحانه وتعالى غادي يزعجك. فالله يجزيكم بخير، لا بارطاج ولا لايكات باش توصل هذا الخبر الى الجميع، لان عدد ديال الضحايا كبير وكبير بزاف. الناس مشات ليها فلوسها، ناس كاين اللي مسكين خدام غير في الفلاحه، كاين اللي خدام يعني على وليداته وكذا، بحال كيوصل الشهر مسكين جاته وشاف داك 200 الاورو قال الله غادي نزيدها في الفلوس ديال الشهر بحال باش نبيضر مزيان. كيورك على الرابط كتدخل المعلومات كيمشي ليه كاع الفليسات اللي كانت عنده، شي فليسات مسكين مخبيها للوليدات ولا دوار الزمان ولا لشي دويره ولا الله اعلم، كل واحد والهم ديالو. فلذلك الاخوان السلطات الاسبانيه تحذر الجميع من هذه العمليات ديال النصب الجديده والذكيه اللي كيطمعوا فيها الناس. فالله يجزيكم بخير الخوت. اي واحد جاتك شي رساله غادي حكاره ديال الماء ديال الضو، راك خلصتي الضو زايد ولا خلصتي الماء زايد، حنا الشركه فلان فلانيه غادي نردوا لك الفلوس اللي خلصتي زايده، ما تثيقش، ما كاين والو، مسح الميساج، ما توركوش على داك الرابط. راه فاش كتورك على داك الرابط راه دابا الناس ولات كتخرج على راسها. الناس دابا باش كتخدم وكتجمع الفلوس راه خصو ينوض في 4 الصباح ويعرق والجسم ديالو كيدقدق ولحال حاله ومئات ديال الساعات باش كيجمع واحد الرويلات، وكيجي بسبب هاد الصبع هذا، بسبب الصبيع هذا في رمشه عين كيدير بشي صبعه ديالو، كيكون صبعه داسر كيورك على شي رابط الرق، كتمشي ليه داك السنين كامله اللي مسكين تعب بالجسم ديالو كامل وعراق وسنوات ومئات الالاف ديال الساعات وهو كيخدم، جمع داك البركه مشات ليه في رمشه عين بسبب هاد الصبع. ربطوا هاد الصبع هذا الخوت، ربطوا هاد الصبع هذا، حيدوه، ما تبقاوش تتوركوا على الروابط اللي كتجيكم ديال النصب والاحتيال. اذا الاخوان نتمنى نكون وضحت لكم لا الخبر الاول لا الخبر الثاني. لا سين درها يعني بدات كتزير، كتراقب الان الجميع، غادي تراقب جميع التحركات البنكيه ديال الجميع، ولكن راه كطلب هذا الامر هذا الان مع الاتحاد الاوروبي. واش الاتحاد الاوروبي وافق ليها ولا لا؟ نتمنوا انه يعني ما عاد شو وافق ولا لا، هذا يعني شغل ماذاك. لكن الخطرة الامور بدات كتزير على جميع التحركات الماليه، وممكن اننا نشوفوا غرامات ضخمه على بزاف ديال الناس بسبب هذه المراقبه هذه، لان كاين اللي كيدير شي تحركات مسكين عاديه، ولكن راه بالنسبه للصين ماشي عاديه والتكاليم. اذا الاخوان نتمنى نكون فدناكم، ما تبخلوش علينا بالاراء ديالكم، راه كنشوفها كامله. البارطاج واللايكات، الى اللقاء.